La corruption en Algérie est un outil de gouvernance. الرشوة في الجزائر وسيلة من وسائل يسير بها النظام، يعني المصالح نتاعو في ظل يعني خارج القوانين اللي هو كتبها بيده. برك la corruption en Algérie n'est pas une maladie, n'est pas une catastrophe qu'on ne peut pas juguler. La corruption, قلتها من قبل أنا، كي تجي رايس تاع الصح بخط ستيلو يفضل la corruption. Parce que c'est un système instauré par le système lui-même. كيما يقول لك الكروكوديل يصيد في المستنقعات. الكروكوديل شاسون لو تروبل. لا كوربسيون سي تال كي بيرمي دو تروبلي لو باش هما الكروكوديل نتاع السيستم يقدروا يديروا واش يحبوا، يقطعوا الشعب كيما بغاو. كاين اصوات اخرى يبانوا معارضه بصح هما يخدموا في النظام. كاين اصوات اخرى لن نتخلى عن سلميتنا. سلميت كلها ما دير بها والو، والله غير تدخل الشعب في مهبات الريح وراح تديوه للهويه. السلميه نتاعكم هذه، السلميه نسميها السلميه السلبيه، هي نوع من الطحين. يقول لك سلميه سلميه بصح ما يقدم حتى مقترح، سلميه سلميه ما عنده حتى مبادره، سلميه سلميه قاعدين غير تطبال. هادو ما حكايت وقت العراس جيبوا البنادريه، وقت الجنايس جيبوا الندابات. Il y a une question de M. Abdelghani. On vous dit, ok, nous sommes d'accord avec vous sur la nécessité de constituer des représentants politiques, mais comment éviter l'infiltration, sachant que le DRS met à jour des techniques très récentes pour influencer les activistes politiques? Merci. D'abord, hadith mia, c'est une maladie sur l'espionnage. Donc, l'infiltration, il faut comprendre une chose. Quand le peuple choisit, il ne choisit pas des personnes. Il choisit des programmes et des engagements. Après, si les gens hindous sortent d'un iota de l'engagement, on peut suspecter que les gens hindous ont été corrompus par le système. Et on les refusera après. C'est tout. Parce que, chauffez-vous, la zone fait mouhaja. L'autoroute, qui te fait les balises. Il suit. اوبليجي مام حركي مام خاين مام يخدم مع قوى اجنبيه، يخدم مع الدياراس، يخدم مع بوتفليقه في القبر، يخدم مع الدنيا مع عزرين، بي امبورت ما يخرجش من لوتوروت. داك يخرج يبان سي سا. الناس واش ما فهمتش؟ ماشي تحط الثقه تاعك في شخص كشخص، حط الثقه تاعك في لي زونغاجمون تاعو، في لا فاي دورو تاعو، في البرنامج نتاعو. غدوه نحاسبوا على البرنامج. انت قلت الدير علاه ما درتش واش قلت الدير، والله علاه درت العكس. على هذه في المنظمات كاينه حاجه اسمها سحب الثقه. رئيس تاع الامريكان واحد يسحبوا الثقه منه، وكي تروحوا في هذه في حكايه الاسبيونيت اللي يجيك رئيس ثاني، اي واحد غدوه ديروا رئيس قال بالك هذا يخدم مع اسرائيل، بالك هذا يخدم مع شيبانايا، مع الطوغو ولا البوركينا فاسو. Mais il y a des indices, ce qu'on appelle qu'il y a les lois, qu'il y a les indices, qu'il y a le balisage qui permet hatta l'ay mas'oul kbir mahma kanat el wada'if ntaou fi el balisage hadak bach hatta wala kan khayn ma yqdarch ydir dega kbira ma yqdarch ykemmel deja. Voilà. Mais hadi ma tkhafouch menha, ma tkhafouch menha. Ou DRS li mkhoufkom, DRS mat mat en 2013, rah DRS, y a plus de DRS. أو كالكو كادر بالك كي ميتريس كالكو شوز، الباقي بكل خرطي رانا نشوفوا فيهم. جماعات بزنس في السكر والقهوة والسميت والحديد والدواء والكوكايين وش من دي راس هذا؟ شو بقى دي راس؟ شفت بوندون سيرتا مومون ركزوا لنا على الكيس ليبيان. عاود دروك شفنا لا كريز ديال راه مركزين على لو غاز دو سيست هو بلي هادي سي 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 جوست اون تاكتيك. نو نو سا سي لي لو بوبل. نو 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 لا كريز ليبيان مازالت اي ال تري امبورطون. لو رول دو لالجيري دون لا كريز ليبيان دوات اتر تري امبورطون. اي فو كو لا كونفيرونس دالجي ريوسيس، و لا كونفيرونس دالجي كي دوا سو تونير اي فو كو راسومبل تو لي بريزيدون دي ريبوبليك اي لي روا
engagés en Afrique du Nord et au Sahel. Il faut que l'Algérie fasse une grande conférence, plus qu'une conférence, plus qu'un congrès, mais plutôt un comité ad hoc nord-africain qui peut même décider de la création d'une task force nord-africaine sahélienne pour régler le problème en Libye. يعني مؤتمر الجزائر لازم يضم كل الدول. ما نحبش كلمه مغاربيه هذه، ما نقولها باش الناس تفهم. كل الدول المغاربيه، يعني المغرب، موريتانيا، النيجر، المالي، حتى البوركينا فاسو زيدوه، تشاد، السودان، مصر، الفرقاء الليبيين. والمؤتمر هذا لازم ينجح، ولازم الجزائر تنجح كوت كوت، لانه هنايا il s'agit de l'Algérie. ماشي تبون ولا تفون ولا الناس اللي معاه، هنا قضية الجزائر. لازم ينجح المؤتمر هذا، وإن تحتم الأمر يفرز عن قوة مشتركة دبلوماسية عسكرية سكرابلين تاسك فورس pour régler le problème libyen. Un problème régional، حنا اللي عندنا حدود مع ليبيا وفي المنطقة جيوستراتيجية تاعنا حنا نريقلوه، ما يجيني حتى واحد، لا فلان لا فلتان لا علان. لازم ينجح مؤتمر دالجي، يفو كي ريوسيس، يفو راسومبلي تو الموند اوتور دو لا طابل تبريزيديها الجزائر، ترأسها الجزائر. برك، باش يكون الحل سلمي حقيقي ووحدوي مغاربي افريقي. ويحضر فيها تاني لو بريزيدون دو لويو، اي ايفونتويلمون توت لي زورغانيزاسيون افريكان. باسكو لا لو بروبليم إلي افريكان. كي تشعل النار في ليبيا وتروح تلحق للساحل راهي تهبط لتحت وتاكل بعضها. فوالا جوستومون يكون ريغلي لو بروبليم او نيفو كاع تو ساهل ماشي غير في الجزائر. الجزائر لازمها تسترجع المرتبه نتاعها في افريقيا، يعني لازم نوليو كوت كوت للقوه اللي كانت عندنا وقت بومدين في اواخر حياته. كوت كوت اي كوا كيلون كوت برك. Il y va de notre avenir. Il y va de notre positionnement. Il y va de notre importance dans le monde. Il y va حتى de notre avenir économique. Coûte que coûte. وهنا انا نفرق بين التفون وبين الجزائر. عندي فرق كبير في راسي. على هذه المؤتمر تاع الجزائر لازم ينجح ولازم يكون. ولازم يكون برك pour redonner à l'Algérie la brillance اللي كانت عندها، parce que l'Algérie عندها des institutions brillantes et des cadres brillants. Bien sûr حتى انا نحلط عفسين عليهم، mais s'il faut rappeler les retraités il faut rappeler les retraités اللي حاوزوهم بس قلقوهم. mais il faut que le congrès d'Algérie réussisse. لازم